يا مساء الخيرات اهلا وسهلا بحضراتكم نبدا معاكم حلقه جديده السادسه تحياتي لكل الاهلاويه طبعا اللي هيتابعونا على مدار حلقه مهمه جدا النهارده في كتير من الاحداث اللي العالم كله الحقيقه بيتابعها ومهتم بيها وبتفاصيلها وبتطوراتها خليني قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه بس اتمنى الحقيقه بالنيابه عني وعن زمايلي كلهم وكل فريق عمل السادسه طبعا تمنياتنا بالشفاء العاجل للزميل عزيز كابتن اسلام الشاطر إن شاء الله بإذن الله يعني تقوم أحسن من الأول وتعدي بإذن الله إن شاء الله ونطمن عليك الناس كلها الحقيقة وطبعاً شكراً لكل جماهير النادي الأهلي اللي بتبعت بتسأل وتطمن على كابتن إسلام وإن شاء الله بإذن الله بسيطة وتعدي وتقوم وتبقى أحسن من الأول. النهارده في حاجتين مهمين جداً طبعاً أو ثلاث حاجات الحقيقة. الحاجة الأولى هي الأخبار المتعلقة بكأس عالم الأندية. عندنا طبعاً هي أزمة كبيرة، أزمة مش عشان تخص نادي الاهلي لكن ازمه انه يكون في على مستوى اكبر اتحاد دولي بيتولى اهم رياضه شعبيه على مستوى الكوكب كله وهو الفيفا والاتحاد الافريقي اللي مفترض طبعا واكيد انه يكون في ظهر الفريق اللي بيمثل قاره افريقيا الاهلي لا يمثل نفسه يعني خلينا نتفق انه الاهلي مشاركته في كاس العالم لا يمثل نفسه كنادي فقط لكن في المقام الاول والاخير هو بيمثل او بينوب عن كل الانديه الافريقيه بصف... بصفته بطل اهم بطوله قاريه بطوله دوري الابطال وبيمثل طبعا الانديه المصريه الاهلي بيمثل مصر واعتقد و... شرف كبير جدا لمصر انه نادي مصري يشارك في بطوله زي بطوله كاس عام انديه سبع مرات منهم مرتين على التوالي ليه بقول كده؟ لانه طبعا وحضراتكم يمكن متابعين من من الصبح النهارده بعد ما تم الاعلان عن مواعيد اللي هتستضيف اللي فيها الامارات البطوله من 3 ل 12 فبراير اللي جاي يعني بعد شهرين وشويه ده معناه انه هيكون في تعارض طبعا بين اهم بطوله اهم بطوله على مستوى الانديه في العالم كله كاس العالم للانديه وبين واحده من اهم البطولات القاريه اللي هي بطوله كاس امم افريقيا مش مفهوم صحيح ومش مبرر على الاطلاق انه يغيب التنسيق بين الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وخصوصا انه جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي كان موجود اوريدي من ايام قليله جدا في الاتحاد الافريقي وتناقش في عدد كبير جدا من الموضوعات ومنها موضوع اقامه كاس العالم يتعمل كل سنتين يتعمل كل اربعه وخد بالفعل موافقه الاتحاد الافريقي انه البطوله يتم تنظيمها كل سنتين وطرحت عدد كتير عدد كبير جدا من الموضوعات الاهم كمان والاغرب في الموضوع ان جاني انفانتينو كان موجود في مصر هنا الاسبوع اللي فات وكان بيشارك في احتفالات الاتحاد المصري بمرور 100 سنه على تاسيسه وكان ليه كلمه وكان ليه لقاءات مع عدد كبير جدا ولم يتطرق احد على الاطلاق لفكره انه يكون في تعارض بين اهم بطوله قاريه على مستوى القاره الافريقيه ومشاركه النادي الاهلي في البطوله دي علامات استفهام كتيره جدا بتطرح نفسها السؤال الاول هل لو كانت هل لو كانت دي بطوله امم اوروبا او كانت كوبا امريكا بطوله امريكا الجنوبيه كان كمان هيتعمل كاس العالم للانديه في نفس التوقيت ده سؤال بيطرح نفسه على الفيفا السؤال الثاني وده سؤال برضو مفترض ان احنا نطرحه على اتحاد الكره المصري هيعمل ايه او هيختار ازاي او هيقرر ازاي اتحاد الكره المصري فيما يتعلق مشاركه النادي الاهلي وهو ممثل مصر وبالتاكيد لابد انه يحصل على دعم اتحاد الكره المصري في مشاركته في بطوله كاس العالم للانديه هل من الممكن يتعامل مع مشاركه منتخب مصر في كاس ام افريقيا زي ما اتعامل معاها في مشاركه المنتخب في بطوله العرب يعني الانديه المصريه اللي تعرضت بطولاتها القاريه الكونفدراليه تحديدا زي بيراميدز ومصري مع مشاركه مصر في منتخب منتخب مصر في بطوله العرب وتم السماح للاعيبه الدوليين اللي بيلعبوا او اللي بيتم اختيارهم من المصري وبيراميدز على المشاركه مع انديتهم في بطوله الكونفدراليه وهي بالتاكيد يعني مش محتاجين نقول لا يعني مش في نفس اهميه او في نفس قدر مشاركه في كاس عالم الانديه هل هيسمح للنادي الاهلي بالاحتفاظ بلاعيبته ومشاركتهم مع النادي الاهلي في بطوله كاس العالم على حساب المنتخب المصري في بطوله اهم بكتير من البطوله العربيه او بطوله كاس العرب وهي بطوله الامم الافريقيه ده اذا طبعا نجح المنتخب المصري في مواصله المشوار لكن مفترض انه البطوله اللي هتبتدي يوم 3 هتكون البطوله بطوله افريقيا شغاله لغايه يوم 6 في حاله وصول مصر لادوار متقدمه وبالتاكيد حتى لو خرجت مصر برضو من يعني من بعد مرحله المجموعات هيبقى في صعوبه جديدة جدا على لعيبه الاهلي اللي بتشارك في البطوله دي وخصوصا انك انت عندك لعيبه كمان محترفين عندك ديانج بيشارك مع منتخب مالي عندك معلول بيشارك مع منتخب تونس وبالتالي الاهلي ضربه قاسمه ما اعتقدش انه هيسمح بيها تحت اي حال من الاحوال هنتكلم في الموضوع ده ونقول ايه ممكن يكون المخرج وايه الحلول المتوقعه وخصوصا انه القرعه وهنحاول نعرض لحضراتكم على الهواء مباشره طبعا اجراء قرعه البطوله وبطوله الكاس العالم للانديه ونتعرف على تفاصيل مواجهات الاهلي ان شاء الله في البطوله المهمه خلينا نروح لفاصل عندنا تفاصيل كتير جدا في حلقتنا النهارده وهنتكلم كمان على الحفله اللي هتقام النهارده وهيتم اختيار فيها اللاعب صاحب جائزه البالون دور خلينا نروح لفاصل ونرجع ندخل مع حضراتكم في التفاصيل